السلام عليكم، كصبحت لاباس. اليوم الجمعة، اليوم الثاني ديال رمضان ان شاء الله. جيت لعند هاد الكليبات مسيكي، لقيتهم قاتلهم الجوع، ما خلانيش نخوي الحليب على خاطري، خويتهم على راسهم. شوف خويت لهم يطرو دابا ديال الحليب، قاتلهم ساكن الجوع قاتلهم. شوف نمشي دابا غنجيب ليهم الماء، ما عندهم حتى الماء. ساكن لا حول ولا قوة الا بالله. دابا في هاد رمضان ما كاينش اللي غيعتقهم الا ما عطيناهمش حنايا ياكلوا شوية. بنادم كيصبح ناعس ما كياكلش، راك عارف دابا الناس ما كيطيب ما كياكلوش بالنهار، المطاعم ما حالينش. مساكم اللي طاحوا فيه ما ناضوش. في العشية ان شاء الله نجيب لي معود تاني ياكلو، كل المغرب بشوية عندك ستة ونص ان شاء الله نجيب لهم ياكلوا، ولا ستة، ستة ان شاء الله نجيب لهم ياكلوا. عمرتي الكريشة؟ شبعتو دابا؟ عمرتي الكريشة؟ ها؟ عمرتي الكريشة الحبيب؟ عمرتي الكريشة؟ تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، مزيان مزيان مزيان. انت عمرتي الكريشة زوين، عمرتي الكريشة؟ ها؟ زيد شرب، زيد شرب الحليب، هو باقي تما، زيد شرب، زيد شرب الحليب. الحمد لله، قول الحمد لله، الحمد لله، وقول الله يرحم الوالدين هذوك الناس اللي كينفقوا عليكم على هاد الحيوانات، دعيو معاهم، راه بلا بيهم ما نقدرش عليكم. الله يرحم ليهم الوالدين، وانا بالدور ديالي كنرحم ليكم الوالدين حيت كتعتقوا هاد الكليبات وهاد المشيشات مساكن. واحد الاخت البارح قالت لي فواحد التعليق شنو كتربح من القناه، قلت ليها لا شيء سوى الاجر. والله اخوتي مازال ما دخلت من التارية قسما بالله. راه دابا اليوم راه رمضان والجمعه عيد المؤمنين، الا كذبت عليكم ما تسمحوش ليا من غير داكشي لا صيفط ليا شي واحد شي حاجه المحسنين باش كنتعامل نيت مع هاد الحيوانات. اقسم بالله مازال ما دخلت من تاريا منها هي كربح. سبحان الله العظيم، حتى الامور مبغاتش تقاد، دفعنا الادسنس المره الاولى وتعطل بزاف، عاودنا دفعنا دابا تاني عاوتاني كنتسناو عاوتاني. صافا لاباس، زيدو شربو زيدو شربو، زيد شرب زيد شرب الحليب. مساك البراءة، شوفوا البراءة، شوفوا فيهم البراءة، سبحان الله العظيم. هاد واحد الأخت مسكينة كتكون هنا ومشات دابا لكازا، وسطتني عليهم سكينة، كانوا ربعة وما بقاوش، جوج مشاو ما عرفناهم فين مشاو. المهم هادو اللي باقين الحمد لله حنا كنعطيهم ياكلو. شوف بعد ما سميتهم من البركه ديالو مشى يوسخ ليه، سبحان الله العظيم. جبت ليهم ساكن الماكله، لقيتهم كياكلو هنا في هاد الزبل. ها هو خوه، حتى هو مساكن كياكلوا في الزبل هنايا، كيقلبوا على الماكله. ها هنايا مساكن لقيتهم هنايا انا نعطيهم مساكن ياكلوا. اش كتاكل تم؟ اش كيقدر مسكين في حد العظم؟ شوف
لا تبارك الله، بداو كينقدوا راسهم هادو. مسكين كيكون في حد العظم هنا في الحمام مسك. وجا واحد هذا الاخر ديال الزبل هنا كيدي الطوني وراسه. انا جبت لهم الماكله مساكن، وجبت لهم قرعه ديال الماء، وندير لهم ياكلوا مساكن هنايا على هذا سميتو، على هذا الكرتون. ايش 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 كول كول، اجي تاكل اجي تاكل، واقيلا شبعانين. اش اجي تاكل هس الماكلة اخوتي، فين حطيتها اليوم هنايا؟ مبغاوش ياكلو، واقيلا شبعان. كنت عندهم واحد الطاسة هنا كنا كنديرهم فيها الماء، ما عرفت فين مشات، ما عرفت فين داروها ليهم كاع. هاديك راه باقي لي كيعض في حد العظم. نخويلك الموية هتشرب، نخويلك الموية عطشان مسكي. كانت طاسة كبيرة كنا كنديرو فيها الماء، ما عرفت فين مشات. غنجيب وحدة أخرى راها لهي نحولهم فيها. شرب شو، عطشاني مساكن عطشاني. مع الحرارة تبارك الله، نزيد هاك نزيد لك. هذا هو كياكل مسكيناته، هذيك ما بغاش ياكل الشبعان واقيلا. كول شبعان انت شبعتي. صافي مزيان، مشى اخوك العظم ديالك ياكلوا ليه.